بسيطه جدا وانا عايز اوصلها لك ببساطه وبيسر من غير ما تتعصب ومن غير ما تنفذ ولا تعمل اي حاجه. جوزيه مورينيو بيلعب ال 4 3 3 صح ولا غلط؟ جوزيه مورينيو بيلعب بتنجي دومبر الشوط الاول كصانع العاب متاخر علشان خاطر يطير لوكاس مورا ويطير سون ويحاولوا ان هم يخلقوا فرص لهاري كين الفيرود. لما تلاقي ان تنجي دومبر فشل تماما في الدور ده في الشوط الاول هو كان بيدي بينيات شويه لسون وكان بيدي بينيات شويه لوكاس مورا على الاطراف، بس الراجل برده كان سيء جدا في تحركاته، تحس ان هو تقيل ومحتاج يخس. ففجاه لقينا ان جوزيه مورينيو بينزل جوفانو سيلسيو علشان خاطر يعمل الدور ده، فتقوم ايه هاري كين ينزل من فوق وهو اللي يحرك سون اغلب الوقت، يحرك سون الشوط الاول في لقطه الهدف الاول ويحرك سون في لقطه الهدف الثاني برده في ظهر المدافعين، وبرده لعبه مباشره سهله جدا ما ينفعش انك تخدع بيها فرق كبيره. ده لو جمله تكتيكيه فعلا جوزيه مورينيو كان عاملها ان هاري كين هو اللي ينزل ويلعب لسون دايما، فده معناه ان انت بتخسر العمق كهاري كين وبتدخل سون كواحد بيجي من على الاطراف واوقات بيضم من على العمق، فانت دلوقتي بتخسر. غير ان لوكاس مورا ما كانش موجود، ولوكاس مورا كان اغلب الوقت بينزل تحت علشان خاطر تلعب بالاربعه 4 2 في الحاله الدفاعيه، وفجاه بتلاقي ان هاري كين وسون شالوا لك المباراه، وهاري كين وسون واحد بيجيب اربع اهداف واحد بيعمل اربع اسيستات ويجيب هدف، وفجاه تلاقي ان كل ده اتنسب لمدير فني قاعد على الدكه ما عملش اي حاجه غير ان هو عمل تغييرات غريبه جدا. تلاقي ايريك لاميلا نزل الملعب عمل اي حاجه ايريك لاميلا اطلاقا. جوفانيو سينسيو الناس كتير قوي قالت لك جوفانيو سينسيو كان ممتاز الشوط الثاني ليه؟ اصل خاطر كابتن خليني بلوش قال ان الراجل فرق وده تغييره كانت كويسه. طب تمام انا معاك. التغييره الثالثه بقى ناقص تقول كمان ان ستيفن بريج وايت كسر الدنيا اول ما نزل اخر خمس دقائق. تمام عايز تقول جوزيه مورينيو معاك، عايز تقول ان المكسب ممكن يجيب مكسب تمام انا معاك، عايز تقول ان الاستقرار كويس جدا انك تطلع تقول المدير الفني عمل شغل كويس والشوط الثاني شوط المدربين والكلام ده، ما بامنش انا بحكايه الشوط الثاني شوط المدربين. ما انت مش قاعد الشوط الاول كيس جوافه بتتفرج على اول 45 دقيقه والفرقه بتاعتك متقطعه وساو سامتون عامل عليك جيم ممتاز، وفجاه الشوط الثاني تكتشف ان انت عبقري وجواك مدرب عبقري وتحاول تغير الشوط الثاني. طب ما كمل البدايه وكمل الاول. الفكره انك سهل انك تطبل اي مدرب، وسهل كمان انك تقول ان الراجل ده عامل شغل اعلامي والراجل ده جاي من بعيد قوي والفرقه جايه معاه من بعيد. خليل البلوشي نفسه في المباراه كان بيقول ان توتنهام بمستواه الحالي صعب انك تتنبله باي حاجه، نفس خليل البلوشي اللي قال توتنهام استفزهم ساوثهامبتون فتوتنهام قلب عليهم، اللي هو التعليق والتحليل بيبقى بالنتيجه، ما بتقعدش انت تفكر باللي حصل في المباراه. طب توتنهام شوط كام شوطه؟ شوطه بالراحه بس عشان هنتفرج على الاحصائيات، عشان انا بصراحه مش من الناس حافظه الاحصائيات قوي والراجل اللي بيؤمن بالاحصائيات، بس انا اقول لك حاجه بسيطه. مثلا توتنهام بيشوط 6 9 تسديدات منهم 6 على المرمى ومنهم واحده بس خارج المرمى، ومنهم السته دول كانوا 5 اهداف، فكان في مشكله شويه. اما الناحيه الثانيه في ساوثهامبتون كان شايط 14 شوطه منهم 7 تسديدات على المرمى ومنهم 5 خارج المرمى. ساوثهامبتون عمل مباراه كويسه جدا، ساوثهامبتون برده كان عندهم النهارده جناح مالي كان راجل بصراحه ممتاز جدا، الراجل اللي هو موسى دامبو ده الراجل عمل جيم ممتاز، وبرده اوريول ده برده عمل ماتش ممتاز، مع ان الراجل يعني لسه بقى في الفانتازي والكلام ده، بس جيمس وورد برده كان عمل ماتش كويس. الاربعه اللي كانوا تحت ادمز وتحت داني انجز كانوا عاملين مباراه ممتازه نوعا ما، بس برده الشوط الاول بس. الشوط الثاني اتصدموا ان هم لبسوا الهدف في الدقيقه 2 بتاع سون، وفجاه المباراه بتفتح تماما لتوتنهام، وفجاه بتلاقي ان هاري كين برده بينزل نص الملعب علشان خاطر يعمل صناعه الالعاب اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنشرح فيها. انا مش طالع علشان اقلل من جوزيه مورينيو، بالعكس تماما، انا واحد قليل جدا على يوتيوب وما عنديش متابعين كتير ولا عندي اي حاجه، فصعب ان انا اتكلم على سبيشال وان جوزيه مورينيو، بس كل الفكره ان انا طالع اقول لك ان الراجل مش عامل شغل عظيم قوي، عامل شغل تكتيكي ممتاز جدا مع توتنهام، وان الراجل لسه بيتحسس الفريق وبيتحسس شغله مع الفريق، وبرده ما اقدرش ان انا احكم عليه واقول ان الراجل كويس او راجل سيء. مستني لما التدعيمات تخش، مستني لما انا اتفرج على سيرجيو رجولور ناحيه الشمال يمكن يكون افضل من بيديفيس كتير جدا، ومستني اشوف جاريس بيل هيقدم ايه معاه في الفريق. بس انا كل اللي انا نفسي فيه ان هو يدور على صنع العاب كويس للفريق بديل كريستيان اريكسون، علشان خاطر الفرقه لما في صنع العاب الفرقه تتعب جدا، ومش هيبقى منتظر ان هاري كين ينزل كل مباراه نص الملعب. النهارده كانت كويسه الفرقه فتحت بعد ما لبست الهدف الثاني، وما تنساش برده نفس ساوثهامبتون دي السنه اللي فاتت برده خسرت 9 من ليستر سيتي في بدايه الدوري، فالموضوع عادي جدا وسهل وبسيط، مش طالب منك انك تحبط او اي حاجه، بس مش طالب منك ان الحماس يكون فوق في العالي، علشان خاطر الفرقه لحد دلوقتي ما قدمتش اي حاجه، تقدر تقول انك واقف على ارض صلبه وطلعنا على توتنهام ان هو هياخد مركز كويس. 5-2 نتيجه كويسه، داني انجز بيجيب هدفين، سون 4 اهداف، الفانتازي بتبدا تسخن شويه ونلاقي ان احنا سون بقى اللي عامله النهارده سوبر هاتريك هيكون مكسر الدنيا، وسمان بقى لو كنت عامله تريبل كابتن، بس ما بحبش اتكلم في الفانتازي كتير عشان خاطر اللعبه ممكن تهبد وفجاه تلاقي نفسك ان انت بقت اسطوره وفجاه تلاقي نفسك بقت بتدي نصائح للناس، مفيش محتاج ان انا اتكلم في الفانتازي. كل اللي انا اكلمك عليه ان الشوط الاول كان شوط صعب جدا لتوتنهام، والشوط الثاني شوط فردي عظيم جدا من سون وهاري كين، وبتمنى ان لوكاس مورا حتى يرجع لربع مستواه
اللي كان بيقدمه في دوري ابطال اوروبا. انا مش هنا عشان خاطر اقلل من حد زي ما قلت لك، ومش هنا عشان خاطر طب لاي حد، انا كل اللي انا بقوله لك رايي الشخصي، مش هيبقى ليه اي قيمه غير لو انت عدلت عليه وقلت رايك الشخصي وبس. اهم حاجه نحترم احنا الاثنين ارائنا الشخصيه ونتكلم بكل هدوء وبكل منطق. والف مبروك على الثلاث نقط يا عم الحاج.